السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نوجد معكم وصفة جديدة، شناق البيتزا. تيجيو ولدات بزاف وسهلين في التحضير ديالهم، نتمنى تحضروهم ونخليكم مع المقادير. لتحضير هاد الشناق هاي تخصنا 500 غرام ديال الدقيق الأبيض، معلقة ديال سنيدة، جوج معلقات صغار ديال الخميرة ديال الخبز، ربع إترو ديال الحليب، 80 مليلتر ديال زيت الزيتون وملح. نبداو على بركة الله. دونك في إناء تنوجدو لاباط ديالنا، غادي نديرو الدقيق ثم الخميرة، معلقة صغيرة ديال الملح، معلقة كبيرة ديال سنيدة، الزيت ديالنا ديال الزيتون، ثم غادي نضيفو الحليب اللي دفينا قبل. دونك غادي نعجنو العجين وندلكوه مزيان، غادي نخليوه يرتاح واحد الساعة بالمكانة تيذوب الفوليوم ديالو. من بعد غادي نحضروا صلصه الطماطم. دونك خصنا 3 ديال المطيشات كبار اللي حكينا اولا طحنا، معلقه كبيره ديال مطيشه الحك، جوج حبات ديال السكر، 4 ديال الدروسات ديال الثوم، زعتره، زيت الزيتون، ملح وابزار. تنبداو على بركه الله. في كاسورنا تنديروا الزيت ديالنا، ثم غادي نزيدوا الثوم، الطماطم اللي حكينا اولا طحنا، ثم زعتره ديالنا، هنضيفو مطيشة الحك أو مركز الطماطم، نضيفو معاه السكر ديالنا، ثم نص معلقة ديال الملح أو شوية البزار. غادي نزيدو شوية ديال الماء وهنخليوها طيب. غادي نوجدو لاكارنيتوغ ديالنا. هاي خصنا بصلة وحدة مشلضة بحال هكا، شوية ديال الفلفلة صفرا، شوية ديال الفلفلة حمرا، بواطة ديال الثوم، موتزاريلا غابي، ملح ابزار، زيتون اخضر، زيتون اسود، شويه ديال الزعتر وزيت الزيتون. نبداو على بركه الله. غادي نقليو البصله ديالنا، نضيفو عليها شويه ديال الملح وشويه ديال الابزار، ثم غادي نديرو نفس العمليه مع الفلفله الحمراء والفلفله الصفراء ديالنا، وغادي نخليهم على جنب. العجين ديالنا هي ضعفات في الحجم ديالها، تنحيدو منها الريح اللي فيها، وغادي نديروها في بابي كويسون، نسرحوها في بابي كويسون تكون رقيقه. غادي نزيدو الصلصه ديال الطماطم، ثم البصله، الفلفله الحمراء والفلفله الصفراء، الزيتون الاخضر، ثم الثوم، وفي الاخير الجبن المفروم الموزاريلا. غادي ندورو لاباط ديالنا بحال هكا، نعاونو بالبابي كويسون، تنديرو واحد البودان. من بعد تنقطعو البودان ديالنا على شرائح بحال هكا ديال سنتيمتر، غنزيدو فوق منهم شويه ديال الفرماج وشويه ديال الزعتره، ثم هنديرو الزيتون الاسود، شويه ديال زيت العود، وغادي ندخلهم الفران نسخن على 180 درجه حتى يتحمروا تنخرجهم. ها لي شناك بيتزا ديالنا وجدوا، تنتمنى تحضروهم ونقول لكم الى وصفه مقبله ان شاء الله. ما تنساوش تدعموني بلي لايك بلي بارطاج ديالكم.